مركز الثقل بتاع الجسم والاتزان بعيد عن الارض عكس اللعيبه القصيرين. يا سلام يا وليد، يا سلام يا وليد، قصير مكير الى جد وليد سليمان. لا 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 لا. ايه يا راجل انت ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ثنائيه، ثنائيه تاريخيه، ثنائيه تاريخيه. عزه النادي الاهلي ما حدا يهزه، اي فرحه واي فوز واي انتصار. الاهلي لا يعرف الانكسار، اي مهارات، اي انطلاقات، اي اختراقات. النادي الاهلي يسجل ثنائيه تاريخيه، ولاول مره يتقدم النادي الاهلي بثنائيه وهو يرتدي اللون الازرق. تشام البعض واعتقد البعض ان الخساره حاضره لا محاله، ولكن بعزيمه الرجال ومهاره الموهوبين وتبديلات وشخصيات واستراتيجيات المدربين، المصريين للبطوله راجعين 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 راجعين. نعم نعم نعم، يتقدم النادي الاهلي بالهدف الثاني. طوره لحسام عاشور اللي على طول بركات اللمسه والعرضيه خطيره، المهاره عدى وفاول. الفنيات موجودة، العرضية حلوة، وش القدم من محمد بركات، والاستلام رائع، والدوران أحلى، والتصويبة فين؟ في التسعين، في الزاوية الأسرة، في المكان الصعب وفي المكان القاتل، على شمال الحارس الغاني النستسوا على طول على طول. وليد سليمان يسجل هدف. تسلم رجليك وإيديك وعينيك. حتى الآن النادي الأهلي على تشيلسي الغاني، ولكن رغم تأخر بطل غانا ولكن فريق محترم جدا. الهجمة والانطلاقة، الباصة والهجمة، العرضية، هوبا خطيرة. الله 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 الله، جول 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 جول. الهدف الرابع، الهدف الرابع بالقدم اليسرى عشان يهز الشباك هز عشان يسجل الهدف الرابع في المباراة والهدف الثاني لنجم النجوم وليد سليمان في هذه المباراة. بكل التأكيد الرباعية، الرباعية والهجمة، الرباعية والجملة، الرباعية والتفاهم والتعاون الممتاز بين حسام غالي وبركات الزئبقي ووليد سليمان والهدف. الناس شغل بال تروح لوليد سليمان يسقطها وليد حلو لابو تريكا. ابو تريكا الله لو ادالي عماد، الله على الهدف، الله على الهدف بتاع وليد سليمان. الله بس ده من سنعه ابو تريكا. بص ادي ابو تريكا، واحد يقول له انت بتشاير ايه اهو، بص سايبر وتقول له خد يا عم. برده مهاره، مهاره من مين؟ من وليد سليمان، ولعبها لابو تريكا. ابو تريكا وقف وقال له خد اهو. هو التاني عنده مهاره برضه، وسع لنفسه وحط هدف جميل 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 جميل. اربع اهداف، ثلاثه للاهلي وواحد لانبي في منتهى الجمال. تلم على مجموعه مهارات في الملعب حلوه قوي قوي. انما محمد ابو تريكا عند عبد الله السعيد، السعيد ينقل اللعبه عند حسام غالي، بيهيئها لوليد سليمان. سليمان يا ولد، سليمان يا ولد، جول. هو يتنقل من بيترو جيت للاهلي، ولكن القدر ينصفه في مشاركته مع الاهلي. لاين سايد صعب عليك يا عبد الجواد. الثلاثي اللي اتكلموا عليه الزملاء في الاستوديو التحليلي، ثلاثي الرعب، ثلاثي الرعب. عند خطير ناحيه اليمين لوليد سليمان، استلام دوران من وليد سليمان، المساندة والمهاره، الله على المهاره، الله على العرضيه القويه، ولكن بره الملعب. يا عيني عليك يا كبير، يا عيني عليك يا كبير، هذا هو الكبير. العب يا كبير واتدلع وعيش ايامك واستمتع. الكبير وليد سليمان عدى بمهاره. طاهر، طاهر جعل كوره مره اخرى للنادي الاهلي، خطيره جدا، كوره في الاطراف تتهيأ مره اخرى، صعبه جدا، والدفاع عول خطوره للنادي الاهلي. تاني واصله ناحيه الشمال، اتخلص كويس جدا وليد سليمان، عنده فرصه يلعب بالعرض، لعب عرضه يابا يا راجل، مش ممكن يا عماد يا مدحت. واللمسه الحلوه بتاعته، انما يا دوبك يا دوبك كانت محتاجه اهدى من كده شويه يا عماد. شوف فيها قوه، وهو برده ده قوه زايده، يمكن لو سندها بس كده ببطن رجله اعتقد كان بقى في هدف. انما بدا يشتغل كويس جدا من ناحيه الشمال وليد سليمان. سليمان خساره، فما الجمهور ولا راي شعلة النار في هذه القمه كرويه ناحيه فنيه. وممتاز وليد سليمان، يمشي وليد، يمشي وليد، ولاده هدف بالراس عن طريق العمده. يرجع من سليمان، والكره السهله الان
لوليد سليمان، وادي محاوله ناحيه اليمين احمد فتحي، وليد سليمان احمد فتحي، كل ده في 7-8 ياردات. يا سلام يا سلام برشاحة الغزلان، عدى وليد سليمان، الزياده العدديه 4-4 في منتهى الخطوره، حلوه جدا وليد سليمان، جده عرضيه وحشه جدا يا جده، عرضيه تروح لمحمد ناصف في وسط الملعب، وليد سليمان، وليد 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 ممكن يسدد، وليد يسدد، حلوه حلوه من وليد سليمان، ولكن تمر بجوار القائم الايسر. له هدف جميل وليد سليمان في مرمى بتروجيت. الاهلي والزمالك وعلى امبي وعلى بعض الانديه ولم يعني يلقى القبول. وادي عملنا انطلاقه وليد سليمان بالقدم اليسرى. وليد يا سلام يا وليد، يا سلام يا وليد، ادي عملنا هنا. انا بجري برضه عشان متابع الموقف من الشارع نفسه. لكن الاعداد بالظبط حوالي كام يا فيصل؟ تقدر يعني تقدر تقدرها بحوالي 3-4 آلاف مشجع اهلاوي بيحرش الى المدرج اللي بيحاول اقتحامه. لكن الموقف صعب يعني، لانه بقول لحضرتك انه شماريخ وصواريخ وهتاف وما يرضيش الزمالك. ترجع كرة عن طريق اللاعب وليد سليمان، وليد سليمان للسيد، سيد ممكن يرتفع الرتب في هذا الشوط الثاني، يمشي وليد ممتاز جدا، اخطر لاعب من الاهلي في الهجوم، وليد سليمان يوزع الكرة لتريكا. طول معروف في وسط ملعب النادي الاهلي، مهم قوي السيطره على وسط الملعب. ادي عندنا وليد سليمان يزق حلو قوي، وليد ينطلق، وليد ويعدي وليد من اللاعب نيكولوكاتا، وادي وليد سليمان، وليد سليمان ينتظر المسانده، عايز يعملها لكن تمشي الاعمال بالنيات، وادي بيتعب عرضيه، ولكن كوره كوره لابو وليد سليمان على طول يلعب الكرة وترتد. فين الفولو يا جماعة؟ مش ممكن وليد سليمان حاطط فيه للنادي الأهلي عن طريق وليد سليمان. كحكام مرشحين في الاتحاد المصري لكرة القدم كابتن جمال الغندور وتجربة أيضا، حاولات من جديد برضه عبد المنصف يضرب على طول ويطلع بالبوك من المارد الأحمر، بتلعب الضربة الحرة على طول محمود أبو السعود، بيد مدرجات تهتز في ملعب القاهرة الدولي هتافا وحماسا للمارد، وادي الكورة ولكن على طول بيطير مع ركنيات من الجانب الأيمن. هنشوف وليد هيقدم ايه، على طول بيلفها حلوة وخطيرة، وادي اللمسة، ادي اللمسة من عبد الله السعيد. أحمد فتحي يسلم وليد سليمان، تقدم وليد ودخل في مكان خطير، وادي العرضية، عرضية ولكن ضعيفة على طول. يمشي بالكرة أحمد، يهرجم الإكسيس ويلعب الكرة خطيرة، كرة أخرى في ظهر الدفاع، الجهة اليسار ميتة بتاع الأهلي، وكرة خطيرة وانطلاق وتوغل ولا ركنية؟ ركنية للأهلي، ما خسرش فاينل خارج ميدانه، خسر يومها في كوماسي 1-0 وخسر الكاس. عدا ذلك النادي الأهلي تراوحت نهائياته خارج الديار يتعادل يفوز. كرة خطيرة وصعوبة للزواغ لكن ترجع أوفسايد. أيمن مبسوط، تصل من جديد إلى جده وليد سليمان، وليد سليمان عدى وفات وجوه المنطقة، قال هات، لكن على طول المرة دي جوه المنطقة في الكرة اللي فاتت من مدافع فريق نادي بتروجيت. أدي أحمد شعبان انطلاقة ما فيهاش تسلل، وليد ممكن التاني، هو التاني وليد سليمان. يا وليد يا وليد، الله عليك يا وليد يا سليمان، والله لعيب لعيب كبير 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 وليد سليمان. هدفين هدفين هدفين، الهدف التاني الجميل، وليد سليمان يضع الهدف في المرمى وكأنه هنا بيصد كرة من وسط الملعب. شوف التمرين ما فيهاش تسلل ولا حاجة، هنا انطلق وليد سليمان، عدى بظهرك يا شريف يا عمر، وليد 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 سليمان، والله لعيب يا زوليد. وليد سليمان شوفوا المهارة، شوفوا المهارة من أقدامه، خدوا كده، خدوا على السبتة، خد ويليام أمامه، قال له يلا يا ويليام شكلي هحط فيك الهدف الثاني، حط في مرماك أو في شباكك الهدف الثاني. 2-2-2 ونادي بتروجيت لا شيء، نادي الاتصالات دايما دايما بقول لحضرتك واقف لوحده على مقربه كده من منطقه 6 يارده، ولكن على طول احمد فوزي ينطلق. هجمه مرتده خطر جدا عند وليد سليمان، متحرك عنده امكانيه انه يخلص تمريره او تقربه حلوه. يا ولد يا لعيب، الله على الروعه، وليد سليمان هدف عالمي، والله عالمي يا وليد يا سليمان، هدف جميل جميل جميل، ابداع ابداع امتاع، والله امتاع، اقناع منتهى الاستغل، تقدم لاعب او الحارس ويليام امامه، شوف الكره منين، شوف التصوير منين، الله على جماله، وليد سليمان حطها فين من فوقك يا امامه، هاتها من الشبكه وخلص على طول، علشان كانت فرقتك متقدمه او كانت فرقتك باينه للامام وضاعت اكثر من فرصه، لكن هتحطه امامه ويعني مكر ودهاء. وليد سليمان لعيب مميز، لعيب جدير، اكثر منها مهاره، اكثر منها قوه. وليد سليمان
تطور رائع. لمه خبره علاء ابراهيم الهداف الخطير يقف على الكوره عنده القدرات ويمر وممكن يصوب يلعب العرضيه جوه جول هدف الاسبقيه يا الله على الكوره. بصوا شوفوا الكوره شوفوا الكوره وجميل. بص هنا واحد ضد واحد فات وعمل العرضيه يعني دخل الراجل بالكوره الشبكه بتمريره سحريه تعلن عن هدف الاسبقيه للفريق البترولي بتروجيت. برافو بتروجيت برافو النجم علاء ابراهيم هي دي الرؤيه وهو ده انكار الذات كان ممكن يصوب في المرمى. سليمان هنا وقف واحد ضد واحد محمد سماره محمد سماره صاحب المهاره يلعب وتوزيع ممكن هنا ممكن وليد سليمان الهدف الثاني وليد سليمان هو الهدف الثاني هو الهدف وهدف التعزيز وليد سليمان اللاعب الموهوب الفنان بيعلن عن الهدف الثاني. الله على الكوره الكوره كوره كوره. بصوا شوفوا حضراتكم بصوا شوفوا اعزائي المشاهدين هي دي الكوره وهو ده التنظيم واللعب الجماعي جماعيه اللعب بتفرض وتعلن عن هدف تاني جميل جدا هدف مثالي من منظومه طبعا تغيير تكتيكي هنا الانطلاقه سيد حمدي عنده فرصه موقف واحد ضد واحد للمهاره يمر بمهاره ممكن العرضيه يوزع ورأسيه جول 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 وليد سليمان وليد سليمان في الميعاد وفي التوقيت والله اكبر النصر لغزه بيلعب كوره هجوميه السيد حمدي مع علاء ابراهيم مع وليد سليمان الفنان رجعوا للاجواء رجعوا للقاء برأسيه ذهبيه رأسيه ذهبيه في الوقت القاتل في الدقائق الاخيره وليد سليمان يعيد البسمه من جديد. محمد كوفي هنشوفه بدل مين وضربه راس جول 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 بتروجيت بتروجيت يحرز هدف يعني غفله من الزمن وغفله من الدفاع يعيد يعني غاضبه غاضبه اداء مخيب للامال ادي الكره مره ثانيه فرج شلبي ادي الضربه الحره وادي وليد سليمان وادي وليد سليمان ادي اللمسه هنا لحسين علي واحده والثانيه ادي تصل لوليد سليمان يا ولد لعيب عدى وفات انطلق وتقدم وادي التسديده روعه 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 سكوت هنسدد اطلقها وليد 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 سليمان سليمان ابدا مش سرحان على الكوره دايما سلطان هايل يا سلام على التمرير يا سلام على الانطلاق مهاره ايه انطلاقه ايه تحضير ايه تسديده ايه سليمان الله عليه وليد سليمان الله عليه هدف التعادل الجميل الجميل لا ده الكره هتحلو والمباراه هيتبادلوا فقط المراكز وانطلاقه اماميه من فرج شلبي تمريره جميله مفيش تسلل وليد سليمان وليد سليمان وهدف القاتل رصاصه الرحمه على نادي الاسماعيلي في هذا اللقاء رصاصه الرحمه يطلقها وليد سليمان صاحب القميص رقم 4 من تمريره حريريه من فرج شلبي عفوا ايها الرجل صاحب القميص 23 عفوا فرج شلبي يضع بالفعل وليد سليمان هدف ولا اروع ولا اجمل ليقضي تماما 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 على احلام الاسماعيلي في هذه المقابله لينهي تماما تماما على احلام الاسماعيلي ويضع بتروجيت رسميا في المركز الثاني. سماره في الطرف الشمال لوليد سليمان اللي ابتدى يتحرك في اللحظات الاخيره وهوبا سلام يا سلام يا سلام الله عليك يا قناص هذا هو الكلام على هذا اللاعب وليد سليمان اخيرا النجم نجم في كل مكان وفي كل زمان واينما وجد واينما تواجد وليد سليمان من لاعب خادع وماكر من لاعب متالق من لاعب ممتع ومبدع وليد سليمان الغير متواجد في اللقاء تماما زي ما قلت عليه لكن في النهايه الراجل بيقول لي انا متواجد دائما وانا وليد سليمان منقذ فريق بتروجيت يضع بطاقه